يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. كالعادة حلقة بتكون مهمة مليئة بالعديد والعديد من الأخبار المتنوعة على مختلف الأصعدة، سواء محليا عالميا. وقبل كل ده طبعا كل جديد يخص ويتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي وكل التفاصيل اللي بتهم جماهير النادي الأهلي الكبيرة والعظيمة واللي موجودة في كل مكان في الدنيا. فبالتالي النهارده عندنا كلام كتير جدا مهم، وبالتحديد بعد مباراة الأهلي والجونة امبارح اللي فاز فيها النادي الأهلي بنتيجة 2-0. دايما بننتظر تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال الحلقة، والسؤال النهارده بيتعلق طبعا بالفريق الأول لكرة القدم والمرحلة المتبقية من الموسم، وكيف يتعامل الجهاز الفني للأهلي مع ضغط المباريات المقبلة في ظل كثرة الإصابات. هناخد تفاعل حضراتكم معانا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، ونقرأ تفاعلاتكم في الجزء الأخير كالعادة. لكن البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوين، تعالوا نشوف في ترند الأهلي. الأهلي بدون راحة، الفريق يستعد لمواجهة المقصة، بالتوفيق إن شاء الله. وكمان الأشعة تحدد مدة غياب السولية عن الأهلي، هقول لحضراتكم كل التفاصيل اللي تتعلق بالإصابات. أما في الترند العالمي، تشافي يرغب في عودة ميسي لبرشلونة، كل شيء وارد. طيب النهارده مفيش أي مباريات في أي حتة خالص، أو ممكن الدوري المصري هو الوحيد اللي يعني شغال، لكن النهارده مفيش حتى مباريات في الدوري المصري. وبصراحة الواحد يعني خلاص بيعد الايام قبل انطلاق الدوري الانجليزي، هو الدوري الابرز في العالم كله، الناس كلها بتستناه، فالواحد بيتمتع بالدوري الانجليزي. قرب خلاص ان شاء الله يوم 5/8 يبتدي الدوري الانجليزي بمواجهه ارسنال مع كريستال بالاس اعتقد، فبتبقى مباريات مثيره ومهمه جدا، وبتحس كده ان الكوره مش موجوده طول ما فيش دوريات في اوروبا وبالتحديد الدوري الانجليزي. فخلاص الدوري الانجليزي قرب يرجع، الدوريات في اوروبا بشكل عام، وخصوصا ان في ظل حاله الترقب الكبيره لمختلف الصفقات القويه اللي حدثت في مختلف الانديه، بخلاف متابعتنا لنجومنا المحترفين وابرزهم طبعا نجمنا المصري العالمي محمد صلاح، فاكيد دي كلها امور مهمه جدا. خليه بس اروح فاصل الاول، بعد الفاصل عندنا تفاصيل كتير بتتعلق بالاهلي، الاصابات، التطورات ايه، الاستعدادات للمرحله المهمه جدا جدا اللي احنا فيها، ومباراه المقصه الهامه والصعبه بكل تاكيد. كل التفاصيل دي هقولها لحضراتكم بس بعد الفاصل، استنوا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. فوز مهم وغالي بالنسبه للنادي الاهلي بالامس على الجونه بنتيجه 2-0، وهو مهم في الحقيقه بسبب الظروف الحاليه اللي بيمر بيها الفريق من خلال يعني تعثرات متتاليه، خساره بطوله كاس مصر قدام نادي الزمالك، اهتزاز في مستوى الفرقه، واهتزاز على مستوى الثقه اللي بتتعلق بكل لاعب داخل الفريق. فالفتره كانت صعبه، لكن بنامل بشكل كبير جدا ان امبارح تكون بدايه الانتفاضه عند نجوم كبار ولاعيبه مميزه جدا داخل النادي الاهلي. ولما بقول ان هم لاعيبه مميزه طبعا، لأن الناس دي في نفس الوقت اللي جابت بطولات كتير قبل كده، رغم ان جمهور النادي الاهلي ما بيكتفيش ابدا ابدا باي كم من البطولات، حتى لو 2 دوري ابطال افريقيا ورا بعض، و2 سوبر ورا بعض، و2 برونزيتين ورا بعض، وعدد كبير من الالقاب المهمه والصعبه للغايه قدروا ان هم يحققوها، طبعا جمهور الاهلي ما بيكتفيش. لكن الرصيد ده يقول ان احنا عندنا فرقه كويسه، كان ناقصها شويه ثقه. فبالتالي الفوز بتاع امبارح ده هو فوز معنوي من الدرجة الأولى بالنسبة لفريق النادي الأهلي. وبصراحة يعني قبل ما أتكلم على الفوز وعلى اللعيبة، لازم أتكلم على جمهور الأهلي اللي طول أحداث اللقاء تشجيع بشكل كبير، ودقيقة دقيقة وثانية ثانية هم بيهتفوا للفرقة وبيشجعوا الفرقة، وده ان دل يدل على مدى الوعي اللي عند جمهور النادي الاهلي وصعوبه المرحله واهميه مسانده الفريق حتى لو هو مش في افضل حالاته، وان الجمهور دايما بيبقى عليه يعني دور كبير جدا في كيفيه المساعده في الاستفاقه او على الاستفاقه بالنسبه للاعبي النادي الاهلي بعد فتره صعبه جدا جدا على الفريق وجمهوره خلال الفتره اللي فاتت. فانا بشوف ان امبارح الجمهور أو جمهور الأهلي فاز على الجونة أولا،
وثانيا طبعا لاعبي النادي الاهلي اللي ابتدوا يستعيدوا الثقه. نتمنى بس الاستمراريه، لان احنا كنا في ماتش فيوتشر جامدين قوي. في ماتش فيوتشر قطعنا الدنيا، مسكنا فريق فيوتشر بصراحه 4-0 باداء ايه، وما ما كانش ليهم اي نفس في الملعب، مش عارفين يباصوا باصتين على بعض. فقلنا خلاص بقى الاهلي الدنيا بقت حلوه. جيت بعد كده هوب اتخبطت في ماتشين بيراميدز والزمالك، فما كانش في استمراريه على المستوى ده. وفي عوامل كتير ممكن تاثر طبعا، زي المباريات المتتاليه وضغط المباريات والايجاد وكل الحاجات دي طبعا بتؤثر بشكل كبير جدا على اي فريق في الدنيا، يعني خصوصا لما يكون فريق زي النادي الاهلي هو اكتر فريق لعب ماتشات في العالم كله تقريبا على مدار الثلاث سنين اللي فاتوا، يعني بسبب الوصول للنهائيات في بطوله دوري ابطال افريقيا، كمان المشاركه في بطوله اضافيه وهي بطوله كاس العالم للانديه. ممكن البعض يقول لك ما هو الزمالك كمان او في انديه بتشارك في البطوله الافريقيه بس ما بيكملوش للنهائي. الاهلي بيكمل النهائي، حتى البطوله يخسرها بيوصل للمباراه النهائيه، فبالتالي المباريات بتبقى اكتر بخلاف مباريات كاس العالم للانديه اللي الاهلي بيلعب فيها اقل حاجه 3 مباريات، وخصوصا لما بيوصل للمباراه بتاعت قبل النهائي برده في نفس البطوله. فهي كل دي حاجات اكيد اثرت على الاهلي، لكن الجمهور ومساندته للفرقه كان شيء ملحوظ ومهم ومؤثر جدا جدا على مدار ال 90 دقيقه امبارح حتى بالوقت بدل الضايعه. ويا ما قلنا وعدنا واكدنا على ان الجمهور هو العنصر رقم واحد بالنسبه لفرقه النادي الاهلي، لكن بخلاف كمان دور الجمهور البارز لازم نتكلم على العناصر اللي تميزت في المباراه امبارح. وانا برضو عايز ايه يعني اعلق على نقطه مهمه قوي. احنا انا مش طالع النهارده فخم في الفرقه، لان احنا كسبنا ماتش انا بشوف ان هو ماتش عادي 2-0، ماتش في الدوري الاداء برضو ما كانش قد كده، وانا بصراحه مش هسال خالص على الاداء في المرحله دي خالص، مش منطقي. فمش عايزين نفخم قوي في الانتصار، احنا الهدف بتاع النادي الاهلي ايه دلوقتي بالمنظومه كلها؟ ان انت، وده اللي احنا اتكلمنا عليه اول امبارح قبل الماتش هنا، قلنا الاهلي ناقص له 11 ماتش بكام نقطه؟ 33 نقطه. انت قدرت تاخد كام نقطه؟ خدت 3 من 33 ناقص لك كام؟ 30، يعني ناقص لك 10 ماتشات. هنفخم قوي في لعيبتنا ونديهم حقهم بشكل كبير جدا 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 بعد باذن الله واحد احد يقدروا يفوزوا في ال 10 ماتشات اللي جايين. وننتظر بقى ايه؟ ان الدوري يكون من نصيبنا. الدوري في ايد نادي الزمالك دلوقتي، لكن لسه الدوري مستمر والمنافسه قائمه بين الاهلي والزمالك وبيراميدز اللي فاز على الاسماعيلي 4-0 امبارح. فاحنا هنتكلم بشكل ايجابي جدا على لعيبتنا الرجاله لما باذن الله يقدروا يجيبوا ال 30 نقطه الناقصين وال 10 ماتشات اللي ناقصين في بطوله الدوري باذن الله، هم قادرين على كده. رغم ان في صعوبات كتير جدا تتعلق بالاصابات واخرهم اصابات امبارح، وهقول لحضراتكم التفاصيل بتاعتها. فبالتالي ممكن الناس تقعد تقول لك خلي بالك، يعني الزمالك برافو قوي ان هو خد كاس مصر، عنده قائمه محدده من اللاعبين، كان موقوف كيد، كان مش عارف ايه كلام من ده. الاهلي تقريبا بيمر بنفس الظروف. الاهلي ما كانش موقوف كيد وتعاقد مع لعيبه مميزه وكل الكلام من ده، لكن الاصابات غير طبيعيه. ده ناتج عن ايه؟ ناتج عن ضغط الماتشات، الماتشات والمشاركات الكتير في مختلف البطولات، فهي كلها عوامل بتؤثر. لكن امبارح لا، في ناس او المباراه بشكل عام الفرقه كلها عملت ماتش بروح مختلفه، بروح مختلفة، لأن ده اللي كان بينقذ النادي الأهلي على مدار المباريات السابقة، فنتج عنها فوز مهم جدا جدا تقدر من خلاله تبقى جاهز معنويا لما هو قادم، وتقدر من خلاله إن أنت ترجع ثقتك في نفسك سواء على صعيد الجهاز الفني أو حتى على صعيد الفريق نفسه كعناصر تلعب في الملعب يعني. فبالتالي إن شاء الله الأهلي يستمر على هذا المنوال، وده المطلوب، الاستمرارية هي الأهم. عايز أتكلم بالتحديد عن رامي ربيعة. الراجل لازم ياخد حقه، امبارح عمل ماتش كويس. ممكن الناس تقول لك أصل رامي بيلعب ماتشين كويس وماتش يبقى وحش ويتسبب في أخطاء مثلا زي مباراة سموحة مثلا لو نفتكر. أوكي، بس نتمنى إن يعني مباراة امبارح تكون بداية استمرارية رامي ربيعة على مستواه. هو دايما اللي بيفرق ما بين لاعب والتاني هي حتة الاستمرارية في تقديم مستوى عالي متميز. ممكن مستواك يقع ماتش 2-3، لكن ما يكونش العكس، تلعب ماتش 2 و3 كويس وماتشات كتير جدا مش كويس. رامي امبارح كان كويس جدا، جاب جون حلو قوي، بخلاف ان هو بصراحة عنده روح عالية قوي في الملعب بصراحة، يعني عنده شخصية قيادية، شفنا حتى من خلال أكتر من لقطة توجيهه بشكل كويس للاعبين وكلام من ده، فدي حاجة إيجابية. فبالتالي دي من المميزات بتاعت او مكاسب مباراه امبارح. علي معلول هذا اللاعب المؤثر على مدار 6 سنين فاتوا بالنسبه للنادي الاهلي من ساعه ما جه،
لعيب مؤثر جدا جدا، حتى لو هو مش في قمة مستواه بيجيب لك هدف وبيصنع لك هدف. كم الأهداف اللي ساهم فيها مع الأهلي في 6 سنين؟ عدد مهول، داخل في حاجة و90 هدف، مش هو عدى 95 هدف. فدي او ده رقم كبير قوي. فعلي معلول من نجوم المباراه طبعا امبارح، حمدي فتحي برضو من الناس اللي عملوا ماتش كويس امبارح، وكان يعني قتيل على كل كوره كده زي ما عهدنا دايما على حمدي فتحي. فان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل للفريق، وان شاء الله باذن الله يقدر الاهلي ان هو يحقق الاهداف من المرحله الحاليه، خصوصا بعد خلاص طوي صفحه كاس مصر والهزيمه امام بيراميدز. انت بتركز في اللي جاي، البدايه كانت امبارح لمرحله مهمه وحاسمه في مشوار الفريق في بطوله الدوري. نامل ان شاء الله باذن الله ان البطوله تكون من نصيب النادي الاهلي. لكن عندي جزئيتين مهمين جدا عايز اتكلم فيهم، جزئيه بتتعلق بالتحكيم وجزئيه اخرى تتعلق بسواريش. هبتدي بسواريش. سواريش امبارح لعب ماتش بطريقه 3 4 3. فالناس قالت لك يا جماعه دي مش قناعات سواريش اصلا. الراجل لما الناس قعدت تدرس مبارياته في البرتغال، الراجل بيلعب يا اما 4 2 3 1 يا اما 4 3 3، فايه اللي يخليه يغير الطريقه دي؟ بصراحه دي حاجه تحسب للجهاز الفني او تحسب للراجل نفسه. ايه هي؟ ان انت لقيت عندك الاجنحه متصابه، ناس كتير متصابه، ناس كتير مش في مستواها، فاضطريت انك تغير طريقه اللعب وتتعامل مع الموقف. فدي حاجه ايجابيه. هل انا كده بقيم او بتاع؟ لا، مش هنقيم خالص دلوقتي، هنبتدي نقيم مع بدايه الموسم الجديد ان شاء الله الراجل، لكن نتمنى له كل التوفيق. لكن واضح ان من المدربين اللي عندهم مرونه تكتيكيه يعني. الحاجه الثانيه بقى، تعالى نتكلم على التحكيم شويه قبل ما اروح كمان لايه، للاصابات، واقول لكم التفاصيل كلها. امبارح في كورتين شبه بعض، دول نسخه من بعض. نبتدي باول كوره يا جماعه نعرضها بتاعه صلاح محسن. صلاح محسن اللي حضراتكم هتشوفوها دلوقتي دي، مشي بالكوره، عدى، خبط الراجل في ظهره ووقع. الحكم حسب ايه؟ الكابتن ابراهيم نور الدين حسب ايه؟ فاول صح؟ هل هو فاول صحيح؟ طبعا فاول صحيح مليون في الميه، دي اللي على الاهلي، فاول صحيح مليون في الميه. اهي تاني في الدقيقه ايه؟ 70، فاول على صلاح محسن. محدش يقول ان يقدر يقول ان دي مش فاول، وادي اهو الكابتن ابراهيم نور الدين بيقول لك فاول. طب حلو، هات لي بقى كره حسام حسن، بس ركزت في اللعبه دي؟ خدت بالك ليه هي فاول؟ طيب بص كره حسام حسن، نسخه طبق الاصل، نسخه طبق الاصل من كره صلاح محسن اللي اتحسبت على النادي الاهلي. طب اشمعنى للاحمر دي ما اتحسبتش وللابيض اتحسبت؟ الابيض هنا اللي بقصد بيه ايه؟ الجونه. ما هو اديني عقلك، فهمني يا جماعه، يا جماعه حد يقول لي اشمعنى دي ما اتحسبتش ودي لعبه مؤثره وفي الدقيقه تقريبا 30 او حاجه و20 بالنسبه في احداث المباراه بالنسبه للنادي الاهلي، لو ضربه جزاء اتحسبت جت جون تفتح لك الماتش، وهي خصوصا هي ضربه جزاء صحيحه مليون في الميه وكل خبراء التحكيم اتكلموا عنها، لا محتاجه فار ولا محتاجه اي حاجه يا سيدي. طب حتى لو محتاجه فار نرجع نبص عليها، ناخد بالنا، نركز. لا ابراهيم نور الدين ولا وائل فرحان اللي هو حكم الفيديو حسبوها. هل في اختلاف ما بين اللعبه بتاعت حسام حسن وصلاح محسن؟ مفيش اي اختلاف، هما اشمعنى هنا اتحسبت وهنا لا؟ هل في مثلا حاجه في قانون كره القدم تقول لك لو جوه منطقه الجزاء لصالح الفريق اللي ممكن ياخد ضربه جزاء ما تحسبهاش، ولو للفريق الثاني في منطقه جزاء تتحسب عادي فاول؟ مفيش حاجه طبعا كده اسمها في في في, في القانون يعني، قانون اللعبه يعني. لكن واضح ان احنا هنا بنخترع قوانين يعني. كره زي دي كانت ممكن تخسر الاهلي نقطتين على الاقل، زي ما حصل في ماتشات كتير جدا في بطوله الدوري. وبالمناسبه يا جماعه، اخطاء التحكيم، وانا بتكلم بمنتهى الصراحه، اخطاء التحكيم مش على الاهلي بس، على انديه كتير جدا. بس امتى هينصلح الحال؟ انا مش عارف، انا مش عارف. فانا كنت حابب اتكلم في الجزئيه دي عشان نتساءل، رغم ان كده كده محدش بيرد علينا، بس لازم نطرح هذا السؤال. هروح لفاصل، بعد الفاصل نتكلم على اخبار الفرقه وازاي بيستعد النادي الاهلي لمباراه المقصه، المباراه الصعبه جدا، وهقول لحضراتكم الاصابات مين هيلحق المباراه وموقف عمرو السوليه ايه وكل تفصيله بتتعلق بالاصابات بعد الفاصل. استنوا يلا بينا. طيب اصابات النادي الاهلي، للاسف الاصابات كتير، واخرها يعني امبارح ثلاث لاعبين في النادي الاهلي تعرضوا لاصابات مختلفه.
خلينا نبتدي بعمرو السوليه. عمرو السوليه خلاص تحسبش ما تعملش حسابه في بقيه الموسم مع النادي الاهلي. عمرو السوليه اصابته عباره عن مزق في العضله الخلفيه، الاشعه كانت النهارده الاقرب ان هي هتكون مزق، لانه كان واضح جدا جدا من اللعب وهو خارج ان هو بيتالم بشده، والمزق هياخد حوالي شهرين، فبالتالي اقل حاجه شهرين يعني. فبالتالي عمرو السوليه الموسم بتاعه انتهى مع النادي الاهلي، وخساره كبيره لصفوف النادي الاهلي. طيب امبارح كمان محمد عبد المنعم لعب شوط واحد، فبعد ما الشوط انتهى اشتكى من اجهاد في العضله الاماميه، بناء عليه قرر سواريش ان هو يقعد عبد المنعم ونزل مكانه ايمن اشرف. طيب موقف عبد المنعم من مباراه المجله ايه؟ عبد المنعم النهارده عنده اختبار طبي في المران اللي لسه هيبتدي كمان دقائق بالظبط، وبناء عليه هيتم تحديد مدى امكانيه مشاركته في التدريبات ومن ثم المشاركه في المباريات. لكن بطمن حضراتكم اصابه عبد المنعم خفيفه جدا، يقدر باذن الله ان هو يشارك في التدريبات النهارده والمباريات كمان مع الفريق. اللاعب الاخر وهو صلاح محسن، صلاح محسن كمان اشتكى من اجهاد عضلي حتى ما كملش الشوط الثاني، ونزل في الشوط الثاني بس ما كملش. فالاجهاد العضلي برضه هيتحدد مدى يعني مده غيابه عن التدريبات او لحاقه بالتدريبات النهارده من خلال الاختبار الطبي اللي هيتعمل، لكن هي برضه اصابه بسيطه بالنسبه لصلاح محسن، وبنسبه كبيره هيشارك في التدريبات وايضا المباريات المقبله. اللاعب اللي عاد خلاص بشكل رسمي هو بيرسي تاو، هذا اللاعب الجنوب افريقي المهم والمميز، واكيد هيدعم صفوف النادي الاهلي في المباريات المقبله، وبدايه كمان مباراه مصر المقصه. وعوده اي لاعب من الاصابه يا جماعه في المرحله دي هي مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، عشان يبقى عندك حلول كتير تقدر تشتغل بيها كمدير فني يعني، في ظل ضغط الماتشات وكم الهائل من الماتشات اللي ورا بعض يعني والصعبه، وهي كلها مباريات حاسمه يعني. فدي يعني اهم وابرز الاخبار اللي بتتعلق بالاصابات. خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي من مقر النادي الاهلي بالجزيره، عشان يطمنا على الفرقه قبل انطلاق مران اليوم وبعد الفوز في المباراه المهمه امام الجونه امبارح. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك الزميل العزيز امير هشام، برحب بيك طبعا في البدايه، والتحيه والشكر ايضا كمان لكل جمهور النادي الاهلي العظيم. اهلا بيك يا كريم، قول لنا كل الكواليس والاخبار اللي بتتعلق بالفرقه والحاله المعنويه عند عناصر النادي الاهلي بعد الفوز المهم والضروري جدا على الجونه امبارح. بالتاكيد طبعا يا امير، فوز مهم معنوي بشكل كبير جدا لفريق النادي الاهلي، بعيدا طبعا على الثلاث نقاط، لكن معنويا فرقت بشكل كبير مع اللاعبين ومع الجهاز الفني في ظل التلاحم والضغط الكبير اللي يمكن اللعيبه بتحاسب دلوقتي على الفواتير الكبيره جدا في ظل الضغط الكبير جدا والتلاحم الرهيب في المباريات. بنفقد نجوم من فريق النادي الاهلي، لعيبه بترجع تاني للاصابه، لعيبه بترجع من الاصابه بتاخد وقت كبير جدا، لان الجهاز الطبي بيسابق الزمن مع كل اللعيبه المتواجده معانا، سابق الزمن مع محمود وحيد، مع بيرسي تاو. اكرم الحقيقه بيأدي اداء مميز جدا في التاهيل، وخلاص يمكن اكرم ان شاء الله باذن الله بنتمنى ان احنا نشوف في خلال المباريات القادمه وفي التدريبات بكل قوه ان شاء الله. فيمكن مسابقه كبيره جدا للزمن مع الجهاز الطبي، مع كل اللعيبه اللي بتاهل واللي عايز يرجع، لكن تضحيات موجوده امير زي ما احنا عارفين، ومرحله مهمه وصعبه جدا على فريق النادي الاهلي وعلى الجهاز الفني بقياده مستر ريكاردو سواريش، اللي بيحاول بكل ما اوتي من قوه الحقيقه ان هو يصحح اخطاء، يمكن يطلع لعيبه من الامور النفسيه الصعبه جدا. طبعا ضغط وتلاحم كبير جدا، الراجل يمكن اتكلم واكد في المؤتمر صعوبه بالغه جدا ان انت تعمل ريكفري وتصلح اخطاء وتبدا تحضر وتقرا الفريق المنافس وتلعب كل 48 ساعه مباراه، فضغط رهيب جدا، لكن كالعاده هو ده القدر وهو ده المتاح وهي دي الظروف الحقيقه اللي بيقابل النادي الاهلي فيها في بطوله الدوري العام. فان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق للجهاز الفني للاعبين رغم كل الصعوبات ورغم كل الظروف دي، لكن النادي الاهلي بيحقق مكسب. بننتظر منه كمان ان شاء الله المباريات القادمه بنفس الروح اللي شفناها وبنفس الجديه الكبيره جدا اللي شفناها، نقدر ان احنا ان شاء الله باذن الله خلال المباريات القادمه نستطيع ان احنا نحصل على الثلاث نقاط لكل المباريات بالجهد الكبير وبالشخصيه المعتاده والمعروفه عن كل لاعبي النادي الاهلي. يمكن انت ذكرت يا امير عدد من اللاعبين، صلاح يمكن ومنعم وايضا كمان السوليه، يمكن السوليه بنفقده لفتره كبيره جدا يعني، يا رب ان شاء الله باذن الله ما نفقدش اي لاعب ثاني، لان انت عناصر مؤثره جدا وفي اماكن حساسه طبعًا. جدا يعني محمد شريف خلاص مفيش بديل غير حسام حسن، عمرو السوليه انت خلاص مجبر ان انت ديانج تلعبه كل الماتشات هو وحمدي فتحي، فامر صعب كبير جدا طبعا على لاعبي النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق لعمرو السوليه ان شاء الله في فتره التاهيل. ويمكن الراجل كنا بنطالب ان هو يريح، لكن يمكن الراجل بيريح باصابه، امر صعب جدا الحقيقه على فريق النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله كل الظروف اللي معانا وكل الامور دي تكون دفعه كبيره جدا وترفع معنويات لعيبه النادي الاهلي، معنويات مرتفعه بشكل كبير خلال المباراه الماضيه. يعني بيبقى غصب عنك يا كريم موضوع ان اللعيب بيبقى محتاج يريح زي عمرو السوليه، بس انت غصب عنك بسبب الماتشات المهمه والحاسمه، فعندك لعيب مهم زي السوليه طالما جاهز
طبيعي جدا اي جهاز فني هيلعبه يعني. كان محتاج يريح، بس لما لو كان ريح ممكن الناس تقول لك ازاي تريح لعيب زي ده وانت في اشد الحاجه ليه في ظل المنافسات الحاسمه في بطوله الدوري، فدي حاجه مجبر عليها اي جهاز فني للاسف الشديد. لكن كريم خليني اتكلم معاك على اللاعبين تحديدا. انت النهارده اكيد شفت بعض من لاعبي النادي الاهلي قبل انطلاق المران، الحاله المعنويه بالنسبه لهم ايه؟ لان ده امر مهم جدا قبل الماتشات اللي باقيه في بطوله الدوري، ومدى الجديه اللي موجوده على وجوههم بالتحديد يا كريم قبل مباراه المقصه اللي ممكن الناس تكون بتستسهلها شويه، لكن هي يعني مباراه صعبه في كل الاحوال يعني، لان فريق المقصه بيحاول يتشبث باي امل ممكن يبقيه في بطوله الدوري. يعني طبعا امير الحاله المعنويه مرتفعه بشكل كبير جدا لان الفوز كان مهم وتوقيته كان مهم جدا بعيدا عن الاداء وبعيدا طبعا عن الظروف، لكن لعيبه عارفه المرحله وعارفه اهميه المباراه كلها. لا اللعيبه عارفه المباراه القادمه كلها مباراه كؤوس، حاله معنويه مرتفعه بشكل كبير، التركيز موجود خلاص. انت كل مباراه محتاج الثلاث نقاط تحت اي ظرف وتحت اي بند، التحكيم كل الامور اي حاجه خلاص انت محتاج ان انت تحصل على الثلاث نقاط باي 11 يكونوا متواجدين. يعني في حيره كبيره جدا طبعا للجهاز الفني، هيلاعب مين اللي مين اللي هيقدر يرجع، لكن خلاص اي حد يكون متواجد مطالب ان هو يؤدي باكمل وجه ومطالب الفريق كله ان هو يحصل على الثلاث نقاط. لا باكد لك على التركيز والجديه موجوده لعيبه النادي الاهلي، لكن الضغط كبير، ده اللي بناكد عليه، الضغط والتلاحم ذهنيا وعصبيا وبدنيا كل ده مأثر بشكل كبير جدا على اداء لاعبي النادي الاهلي. لكن ان شاء الله باذن الله ربنا يكون في عون الجهاز الفني بالكامل يقدر يطلع لعيبه بشكل كبير. الجهاز الطبي ايضا كمان بنلتمس له كل العذر مع اللاعبين ان هو بيحاول طلع اللعيبه الريكفري، بيحاول ان هو يرجع اللاعبين من الاصابات، اصابات قويه واصابات بمزق وشد من درجات اولى وثانيه وثالثه، فامر صعب جدا. لكن خلاص زي ما بنقول ان احنا عندنا فقدان لعدد من اللاعبين، بيرجع لنا ايضا كمان بعض اللاعبين اللي بنامل ان شاء الله باذن الله يكون دورهم كبير جدا مع فريق النادي الاهلي. بيرسي تاو طبعا على راسهم، ايضا كمان اليو ديانج اللي اتحرمنا منه طبعا المباراه الماضيه لحصوله على ثلاث انذارات. لكن بشكل عام امير يعني ان شاء الله باذن الله الحاله اللي احنا شايفينها مع لعيبه النادي الاهلي، المجموعه كلها اللاعبين الكبار الاحاديث كابتن سعد عبد الحفيظ، كل الامور دي تدينا مؤشر جدا النادي الاهلي هيرجع من جديد على الطريق الصحيح لاسعاد جمهور النادي الاهلي اللي بيدي رساله كبيره جدا في كل المباريات رغم كل الظروف، لكن حماس وتشجيع وهتاف من اول دقيقه لاخر دقيقه دورهم مهم جدا، وهو بيبقى سبب كبير جدا مع فريق النادي الاهلي مع التحضيرات المميزه جدا للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني. فيا رب ان شاء الله يستمر جمهور النادي الاهلي على الدعم والمسانده لان المرحله الجايه محتاجه جمهور النادي الاهلي جدا. اكيد باذن الله. كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي اللي كان معانا على الهواء مباشره من استاد او مش من استاد مختار تيتش من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان يطمنا بكل التفاصيل. هو في الحقيقه الراجل قال لنا كل الجديد اللي بيتعلق بالفريق، لكن هي بصراحه محادله صعبه قوي يعني. الراجل سواريش لعب امبارح، النهارده عنده تمرينه وبكره تمرينه وهيلعب بعد بكره. انا عايز اسال سؤال، هو هيعمل ايه في ال 48 ساعه دول؟ التدريبتين دول هيعمل فيهم ايه؟ ما هي حاجه محيره. هل هيعمل عمليات استشفاء للاعبين؟ ده امر مفروغ منه ومجبر عليه، لكن في نفس الوقت هيقدر ان هو مثلا يوصل اي شيء من افكاره او تكتيكه اللي هو عايز يلعب بيه مباراه المقصه؟ الوضع صعب جدا بصراحه. بالتالي من هنا يعني عايز اكد على حاجه مهمه قوي لازم نكون واخدين بالنا منها. ممكن البعض دايما او كلنا مش البعض بيبقى عايز يشوف الاهلي في احلى صوره من حيث الاداء وبالتالي كمان النتيجه تكون كويسه، لكن المرحله الحاليه بتجبرنا على انتظار النتائج فقط من النادي الاهلي، انك تنتظر ان الاهلي يكسب بس. اداء وكلام من ده هيبقى صعب قوي في ظل ضغط المباريات دي يعني. فالله يكون في عون الجهاز الفني واللاعبين ان شاء الله يكونوا موفقين يعني. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل. اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نشوف ترند الاهلي وايه اخر الاخبار واهم التفاصيل اللي تتعلق بالفريق. نبتدي باليوم السابع وحسابهم على فيسبوك واللي بيتكلموا على ان الاهلي يحدد مصير عمرو السولية بعد الاشعه والمؤشرات الاوليه تؤكد غيابه لنهايه الموسم. هو خلاص الامر مؤكد، عمرو السولية مش هيلحق اي مباراه للنادي الاهلي فيما تبقى من هذا الموسم، خصوصا ان طبعا الاشعه نتيجتها لسه ما خرجتش، لكن الاقرب ان هي مزق ده بيحتاج شهرين بس. خلينا ننتظر برضو القرار النهائي، لكن بقول لحضراتكم التفاصيل اول باول يعني. خلينا ندخل على يلا كوره وحسابهم على تويتر وبيتكلموا على ان في مصدر قال لهم ان الاهلي يفقد جهود 8 لاعبين امام المقصه واختبار طبي لعبد المنعم وصلاح محسن. نفس الكلام اللي احنا قلناه يعني، حمدي فتحي عمار حمدي كده كده بره، محمد شريف خلاص بره، حسين الشحات بره،
السولية بره دول لاخر الموسم. خش بقى على اكرم، اكرم يقدر يشارك في اي مباراه مقبله، بس اعتقد مش هتكون من بدايه مباراه او مش بدايه بمباراه المقصه يعني. طاهر محمد طاهر لسه قدامه شويه، احمد نبيل كوكا قدامه شويه، بدر بنون موقفه غير معلن، صلاح محسن ومحمد عبد المنعم يقدروا ان شاء الله يلحقوا مباراه المقصه. عناصر كلها مؤثره جدا بصراحه جدا، لكن هو ده الوضع ومجبر تتعامل معاه يعني. خلينا نروح للمصري الرياضي وخبر صار في الاهلي بعد اقتراب نجم الفريق من المشاركه امام المقصه، وهنا قصدهم على مين؟ خلينا اقول لحضراتكم ان هم هنا قصدهم على بيرسي تاو. بيرسي تاو فعلا خلاص يقترب من المشاركه في مباراه المقصه، وكان عانى من مزق في العضله الاماميه، وعودته اكيد عوده مهمه جدا. خلينا نروح لخبر اخر برضو عن النادي الاهلي ومن خلال الوطن الرياضي، بيقولوا اعتماد اوراق اول الراحلين عن الاهلي بدر بنون الى قطر القطري. بصوا خليني يعني احنا دايما بنحب نتكلم في الاطار الرسمي دايما، احنا قناه الاهلي الرسميه، لكن في نفس الوقت المؤشرات كلها بتقول كده، لان الراجل بيتمرن وموجود بس مش بيدخل القائمه، فواضح ان في اتفاق ما يعني ما بين اللاعب والنادي والجهاز الفني ان هو ما يشاركش. فهنشوف ايه اللي ممكن يحصل خلال الفتره الجايه، وارد تلاقي بدر بيشارك، وارد تلاقي بدر مشي، لكن مؤشرات بتقول ان الخبر ده ممكن يكون صحيح. لكن دايما احنا ما بناكدش حاجه غير لما تكون حاجه رسميه تعلن بشكل رسمي من خلال قناه النادي ومن خلال يعني الموقع الرسمي للنادي الاهلي. الخبر ده برضو من ضمن الاخبار اللي كانت غريبه جدا بالنسبه لي، لما كوره 11 قالوا لك على تويتر ان تبديل نسر بنسر اخر بين القلعه الحمراء وغول افريقيا. الترجي التونسي يكشف حقيقة الصفقة التبادلية الكبرى في القارة السمراء برحيل بن رمضان مقابل علي معلول نجم الأهلي. طيب عشان نحط بس المقاطع على الحروف، أول حاجة علي معلول غير قابل لللمس في النادي الأهلي أو من أي نادي يعني، إن هو يتفاوض مع النادي الأهلي بخصوص علي معلول. لاعب لسه مجدد عقده موجود مفيش أي مشكلة خالص، وعمر ما الأهلي هيدخل علي معلول في صفقة تبادلية، الموضوع ده نسوه يعني، الموضوع صعب جدا، هو أحد أهم العناصر في النادي الأهلي يعني، الا اذا ما كانش كان الاهلي جدد عقده خالص. بن رمضان لعيب كبير قوي ومهم جدا لاي فريق هيروحه، سواء استمر مع الترجي راح اي فريق تاني، بس هو لعيب كبير جدا. هل ده معناه ان هو ما يكونش في حسابات النادي الاهلي؟ الله اعلم، برضو عشان نكون بنتكلم بالصيغه الرسميه هنا، لكن هو لعيب اكيد من اللي ممكن يكونوا مطروحين لعدد كبير من الانديه لو لعيب مميز، لكن الاهلي لو فكر في بن رمضان مش هيدخله طبعا في صفقه تبادليه مع علي معلول اطلاقا يعني. نروح لكوره 11 برضو، حسام على تويتر المارد الاحمر يجهز خليفه النسر التونسي من اجل دوام مستقبل الجهه او جبهه اليسرى. الاهلي يلتقط محترف الفراعنه عشان يكون موجود مع معلول وسط منافسه شرسه مع انديه القاره العجوز، وهنا بيتكلم على مين؟ بيتكلم على اللاعب المصري المحترف خارجيا وهو كريم حافظ. من الوارد ان يكون من الاسماء المطروحه يعني، كريم حافظ بيطرح على انديه كتير جدا كل فتره انتقالات يعني، لكن ما فيش اي خطوات رسميه من النادي الاهلي. نخش على الخبر اللي بعده. في الجول بيتكلموا على ان زي النهارده من عام 2016 اعلن الاهلي التعاقد مع علي معلول الظهير الايسر للصفاقسي التونسي، وكانت احلى صفقه واجمل صفقه واهم لعيب للنادي الاهلي، والاضافه بتاعته بارزه وكبيره جدا جدا في تاريخ النادي. علي معلول قدر ان هو يجيب كام بطوله مع النادي الاهلي؟ عدد وافر من الالقاب، الدوري المصري 4 مرات، دوري ابطال افريقيا اضرب في 2، كاس مصر اضرب في 2، السوبر المصري في 2، السوبر الافريقي في 2، الراجل سجل 37 جون وصنع 59 جون، فحاجه كبيره جدا. نتمنى له التوفيق دايما علي معلول ان شاء الله مع النادي الاهلي خلال الفتره المقبله. نروح لفاصل، بعد الفاصل نكمل. خلينا نروح للترند المحلي وابرز خبر معانا من كوره 11 برضه، مش عارف موجودين معانا النهارده كتير جدا من خلال حسابهم على تويتر، وبيتكلموا من اجل بناء جيل جديد في منتخب الفراعنه بقياده المخضرم فيتوريا. ثنائي محترف في الدوري الالماني تحت رادار البرتغالي تمهيدا للانضمام لمنتخب المصريين. هم الثنائي بقى قال لك في واحد اسمه محمد طلبه، ده مدافع بيلعب في فريق بوخم الالماني، انا اول مره بصراحه اسمع عنه يعني، مع اني والله بتابع كل الدوريات وكل حاجه، بس
حاجة إيجابية قوي إن الجهاز الفني يكون واخد باله من الأسماء اللي مش معروفة للجماهير ويبص على إمكانياتهم، ربما حد فيهم يصلح للانضمام لمنتخبنا الوطني ويكون إضافة بكل تأكيد، وده اللي احنا بنتمناه. نفس الحاجة بالنسبة لمصطفى أشرف لاعب وسط فريق مونشن جلادباخ الألماني، واللي ربما الاثنين دول يتم يعني متابعتهم في إحدى كمان المعسكرات اللي بتتعلق بفيتوريا خلال الفترة اللي جاية مع منتخبنا الوطني. ده الخبر المحلي الوحيد اللي معانا النهاردة. نروح للترند العالمي وكلام محمد النني اللي ماشي بشكل كويس في البري سيزون أو في المباريات الاستعدادية لأرسنال قبل انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي، وكتب على حسابه على تويتر بعد الفوز على تشيلسي بنتيجة 4-0 النهاية المثالية لجولة مذهلة كانت مليئة طبعا بمباريات كتير لأرسنال استعدوا من خلالها للدوري الإنجليزي، وأرسنال دعم صفوفه بأسماء مميزة جدا وربما يكون من المنافسين على الدوري، ربما بس مش مش بنسبة كبيرة قوي، لكن يقدروا لأن معاهم أرتيتا مدرب كويس. طيب حساب جول على تويتر بيتكلموا على ان في مفاوضات ما بين اليوفي الايطالي مع روبرتو فيرمينو وليفربول بخصوص التعاقد مع اللاعب مقابل 23 مليون يورو خلال موسم الانتقالات الحالي. هل يقدر ليفربول ان هو يتخلى على فيرمينو، خصوصا ان من خلال برضو المتابعه كده فيرمينو موجود في المباريات بشكل مستمر، المباريات الاستعداديه للموسم الجديد، هنشوف ايه اللي ممكن يحصل. نروح كمان لحساب اي بي ال وورد على تويتر واللي بيتكلموا على ان ويل سمولبون ينتقل رسميا من او على سبيل الاعاره من ساوثامبتون لستوك سيتي لمده موسم واحد. كمان خبر اخر من ميرور وهنا بيتكلموا على اريكسون لاعب اللاعب الدنماركي الجديد لمانشستر يونايتد القادم في صفقة انتقال حرة بعد قضاء 6 أشهر مع برينتفورد في الدوري الانجليزي تألق فيهم. حساب ميرور على تويتر بيقول إن الكاميرات رصدت وجود الدنماركي كريستيان إيريكسون لاعب توتنهام السابق في مدينة مانشستر ترقبا لانضمامه للفريق خلال موسم الانتقالات الحالي، وهو خلاص انضم بشكل رسمي لكن لسه ما انضمش للتدريبات. نروح كمان لحساب ميرور فوتبول على تويتر واللي بيتكلموا على إن يعني فرانكي دي يونج وتشافي كان في ما بينهم حديث بخصوص الانتقال لمانشستر يونايتد، ويعني من الاخر تشافي قال للراجل احنا مهتمين جدا بانك تستمر لفرانكي دي يونج انك تستمر معانا وانت في خططنا للموسم الجديد، لكن انت مجبر لو انت عايز تكمل تخفض 50% من راتبك مع برشلونه. هل هيقبل فرانكي دي يونج بالكلام ده وهو عنده الرغبه في الاستمرار، ولا هيقرر بقى ساعتها ان هو يروح مانشستر يونايتد المهتمين جدا وإريك تين هاج المدير الفني الجديد المهتم جدا بانضمامه لصفوف مانشستر يونايتد. طيب لسه كمان عندنا اخبار اخرى وتتعلق بتشافي هرنانديز المدير الفني لبرشلونه. برشلونه عملت معادله صعبه قوي ان هم قدروا ان هم يجيبوا عدد وافر من اللاعبين المميزين وفي نفس الوقت عندهم ازمه اقتصاديه بيحاولوا يعالجوها يعني، لكن حاجه تحسب للاداره. لكن تشافي هنا بيقولوا ان هو طلب يعني من لابورتا الرئيس الحالي خوان لابورتا لبرشلونه انه يرجع ليونيل ميسي بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان، وميسي تعاقده فقط موسمين مع باريس سان جيرمان اخر موسم لهذا الموسم، وفي يعني قابليه للتجديد لموسم اخر وده منصوص عليه في العقد، لكن هنشوف هل ميسي هيجدد مع باريس سان جيرمان ولا ممكن يرجع لبرشلونه عشان يختم مسيرته هناك. يعني دي اهم وابرز الاخبار العالميه. خلينا ناخد تفاعل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقه النهارده واللي بيخص فرقه النادي الاهلي والكلام على ان ايه كيف يتعامل الجهاز الفني للاهلي مع ضغط المباراه. نبتدي بخيري اللي قال ليس لديه افضل مما يقوم به فعلا في ظل الظروف الحاليه، وسواريش مدير فني واعد جدا والصبر يا جمهور الاهلي الحبيب. ماشي. ناخد كمان كريم قال ايه، قال يصعد عدد كبير من الناشئين والشباب، واكيد الاهلي يمتلك او يملك مواهب فذه في الناشئين تستطيع احداث الفارق. نروح للتفاعل اللي بعده وماضو واللي قال في لاعبين موهوبين وعلى قدر المسؤوليه في الناشئين لازم الاعتماد عليهم علشان يبقوا جاهزين للموسم القادم، لان اللاعبين الكبار الطاقه استنفذت ولازم سياسه التدوير علشان نلحق نكمل الموسم. يعني دي ابرز تفاعلات حضراتكم على سؤال حلقه النهارده. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في المباريات المتبقيه من بطوله الدوري في الموسم الحالي ومختلف التحديات المهمه المحليه. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند، استنونا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج باذن الله تعالى. الى اللقاء.